أثابكم الله. يقول السائل: لدينا جمعية خيرية، فهل يحق لنا أن نجمع زكاة الفطر ثم نؤخرها لمدة أسبوع أو 5 أيام حتى نتمكن من توزيعها على المحتاجين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما سمعت الكلام؟ نقول ما يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ما يجوز تأخيرها عن يوم العيد. فإذا لم تجد المحتاجين في يوم العيد قبل الصلاة، صلاة العيد، إذا لم تجد المحتاجين الذين تريدهم أعطها لغيرهم، أعطها لمحتاجين آخرين، لا تخرج لصلاة العيد إلا وقد دفعت صدقة الفطر. نعم.